أطيب وأجمل تحية مسائية لكل انضموا لقنوات التلفزيون الجزائري ولقناة الجزائرية الثالثة الإخبارية. عدد آخر يجمعنا بكم من الآن وإلى غاية 5:30 بمجموعة من الأخبار المتنوعة التي ميزت السوشيال ميديا خلال 24 ساعة الأخيرة من خلال برنامجكم. معكم في الويب دائما بقوا في المتابعة، بقوا أوفياء لنا من خلال صفحتنا كذلك على السوشيال ميديا المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أو production.dz من خلال الموقع الرسمي لقنوة التلفزيون الجزائري. كما عودناكم دائما برنامج معكم في الويب، الفقرات نكتشفها مع بعض وراجعين. إذن كانت هي أبرز الفقرات اللي حنطرقوا لها لنها اليوم من خلال هذه النصف ساعة من الزمن. كما عودناكم دائما افتتاحية برنامجنا تكون من خلال فيديو ويب. اليوم خبر طريف، وكذلك دائما يهم هذه الموجة من الكورونا، والكثير يتساءل هل لهذا الفيروس علاقة أو قد ينتقل الفيروس من البشر إلى الحيوانات الأليفة أو العكس. إذا قطة تثير تساؤلات على عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أصيبت بكورونا، وتم اختبار هذه القطة وثبت أنها مصابة بفيروس كورونا في فرنسا بعد يعني أن بعدما انتقلت العدوى إلى منها من قبل أصحاب. هذا وش راح نشوفوه من خلال الفيديو التالي. Observatrice que moi, elle trouvait ça quand même assez étrange que papy ait les mêmes symptômes qu'un malade humain. Donc de la toux, une fatigue, une perte d'appétit. Au moment où on l'a emmené chez le vétérinaire, elle s'est dit peut-être que c'est ça, mais bon, il y a vraiment peu de chance. Mais peut-être. Effectivement, qui est de répéter qu'il n'y a aucune preuve scientifique que dans la vraie vie, dans la transmission de la maladie telle qu'elle se produit actuellement, il puisse y avoir un quelconque rôle des animaux de compagnie. Donc il ne représente pas un danger. Il est très important de rappeler qu'il est absolument hors de question, bien sûr. حالة تثير التساؤلات، فهل ينتقل هذا الفيروس من البشر إلى الحيوانات؟ ولكن الإجابة غير واضحة لحد الساعة. أقول دائما مشاهدينا مواصلين من خلال برنامجنا معكم في الويب. نروح إلى فقرة أخرى دائما تعنى بصحتكم، ودائما الكل يتسابق في البحث عن علاج ولقاح لهذا الفيروس، فيروس كورونا، ولكن دائما لا نهمل صحتنا من خلال الفيتامينات. باحثون أمريكيون علاقة وثيقة بين نقص الفيتامين دي وضعف حاسة الشم. هذا وش حين نشوفوه من خلال الفيديو التالي.
دائما نعرف أن فيروس كورونا يصيب عديد الناس وكذلك يعني كل المعرضون للإصابة بهذا الفيروس هم كبار السن، فيجب دائما توخي الحيطة والحذر ودائما الحفاظ على سلامتهم وصحتهم. فوقاية كبار السن من بين الأساليب الوقائية أكيد تجنب الخروج من المنزل وكذلك منع الزيارات والاختلاط، وكذلك فيه بقية من النصائح نشوفها من خلال الفيديو التالي. يحمي الجميع من هذا الفيروس خاصة كبار السن، فدائما أنتم كل مشاهدين إذا كان في عندكم أباء ما عليكم إلكم تأخذوا كل الحيطة والحذر أقول حفاظا على سلامتهم وكذلك على صحتهم لأنهم هم الأكثر عرضة لهذا الفيروس فيروس كورونا. يلا نروح إلى خبر آخر. نعرف أنه هذا الفيروس مس مختلف دول العالم وكذلك حصد العديد من الإصابات والوفيات بعدما ضربها كورونا بموجة ثانية. إذن بكين تعود خالية والتعقيم يغزو شوارعها للحد من فيروس كورونا. يلا نشوفوا هذا الفيديو وكيف شوارع بكين يعني كالأطلال هجرها الزوار.对我带来真的太大的不方便了。刚才我们才从那里西站出来，然后说需要核酸检测。对我来说没有那什么，因为我觉得是什么，北京作为首都，如果北京守不住，其他地方都没有，就免谈了。所以我觉得在这地方还是最安全的。 لاحتواء هذا الفيروس يجب أخذ كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية وكذلك النصائح المقدمة من مختلف الجهات المختصة والصحية وكذلك المختصين لهم. ينوروا دائما بلاطوهات تلفزيون الجزائري ودائما هذا هو هدفنا، خدمتكم أنتم وحفاظا على صحتكم أوفياءنا. والكل يتخذ كل التدابير الوقائية على غرار هذا السائق الكولومبي الذي يعيش في حافلة والسبب هو دائما فيروس كورونا، إذ اضطر إلى تحويل حافلته إلى منزل. Subí mis trasteos, sellé las ventanas con plástico porque pues no hay los recursos para ponerle unas cortinas. Subí mi televisor, armé mi alcoba, el resto lo arrumé allá porque pues no hay dónde armarlo. Y pues aquí vivo y pues aquí pienso quedarme hasta que pues pase la pandemia.
los ahorros se acabaron, las ayudas prometidas nunca llegaron, ni subsidios, ni mercados, ni la alcaldía, ni la Secretaría de Movilidad, nadie se nos ha pronunciado a nosotros. O si llegan, no sé si es que las empresas no las dan, no sé qué estará pasando, pero entonces pues definitivamente pues me tocó recurrir a esto, armar mi casa acá, porque no tengo para dónde más coger. فلقد خلق هذا الفيروس الرعب في الوسط في كل الأوساط وكذلك وللحفاظ على صحتكم أوفي أنا مالكم إنكم دائما تأخذوا كل التدابير الوقائية والاحترازية على غرار ارتداء الكمامات واللي اليوم تعتبر شيء مهم ارتدائها لأنه راح تجنبكم راح تجنبوا من انتشار هذا الفيروس وكذلك انتقال العدوى من شخص إلى آخر. نروح إلى الأكثر الدول أمانا من فيروس كورونا حيث احتلت المركز الأول سويسرا وأما المركز الثاني فكانت ألمانيا والمركز الثالث كانت اليابان والمركز الرابع كانت سنغافورة أما الخامس فكانت النمسا وأما الدول العربية فسجلت مراكز متقدمة رح نكتشف الدول العربية كذلك من خلال هذا الفيديو التالي. فالإمارات العربية المتحدة والسعودية كانتا هما الدولتان العربيتان أكثر أمانا من فيروس كورونا. يلا نروح إلى البكين ووسط الموجة الثانية ورغم هذه الموجة الثانية من فيروس كورونا هذا الشيء لم يمنع جامعة في البكين من أنها تقيم حفلا للتخرج بحضور مجموعة من الطلاب. هذا وش راح نشوفه من خلال الفيديو التالي. فكل التوفيق للطلبة كذلك لحين يجتازوا شهادة البكالوريا إن شاء الله من هذا المنبر نتمنى لكم كل التوفيق وكذلك الكل اللي عندهم شهادات نهاية السنة. أما في خبر آخر وهاشتاغنا لنها اليوم فيديو هاشتاغ لنها اليوم نروح إلى هونغ كونغ ونعرف أنه بعد إغلاقها لأكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا مدينة ديزني في هونغ كونغ تعود بالكمامات والتباعد الاجتماعي.
إذن مشاهدينا بهذا الخبر وهذا الفيديو نأتي إلى نهاية حلقتنا لنهار اليوم، فقط نذكر بأبرز المواضيع لميزة حلقتنا لنهار اليوم. كما عودناكم دائما افتتاحية برنامجنا تكون من خلال فيديو ويب، والكل يتساءل عن إمكانية انتشار هذا الفيروس من البشر إلى الحيوانات، فقطة تصاب بكورونا وتثير الجدل في فرنسا. أما صحة .com فعلاقة فيتامين دي بحاسة الشمس هي علاقة وديدة، ودائما حفاظا على كبار السن من فيروس كورونا قدمنا لكم مجموعة من النصائح الوقائية من خلال وقاية كبار السن. أما في كورونا في الويب رحنا وزرنا معكم شوارع بكين كأطلال هجرها الزوار، لم يبقى فيها الناس وإنما كل عمال التعقيم. أما سائق في كولومبيا يعيش في حافلة والسبب هو كورونا. أما الهاشتاغنا لنهار اليوم وفيديو هاشتاغنا لنهار اليوم كان حول قائمة بأكثر الدول أمانا من كورونا، واحتلت المرتبة الأولى وثانية عربيا الإمارات العربية المتحدة والسعودية. رغم الموجة الثانية جامعة بكين تقيم حفلا للتخرج، ولكن أخذت بكل الاحتياطات من تباعد اجتماعي. أما هونغ كونغ ففتح أبوابها من خلال ديزني في هونغ كونغ يعني مجددا بعد 4 أشهر من غلقها بسبب فيروس كورونا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام حلقتنا لنهار اليوم وختام كذلك أسبوعنا. كان ميز الأسبوع مجموعة من المواضيع في خلال السوشيال ميديا وكذلك فيديوهات لقات نسب مشاهدة كبيرة من خلال كل المواقع على غرار موقع يوتيوب انستغرام تويتر وكذلك فيسبوك. نقول لكم مشاهدينا انتم بقوا دائما على تواصل معنا من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على اليوتيوب وكذلك على الفيسبوك. اما الموقع production.dz دائما في خدمتكم وتحت طلبكم، واحنا دائما هدفنا هو خدمتكم انتم اوفياء. نتمنى لكم نهاية اسبوع موفقة للجميع، دائما خذوا بكل أقول القواعد وكل التدابير الوقائية والاحترازية حتى نقلص من انتشار هذا الفيروس، وكذلك حتى ترجع الحياة إلى طبيعتها مثل ما عهدناها. وأقول لكم في الأخير نشكر كل الطاقم التقني اللي اشتغل معنا هذا اليوم، على رأسهم المخرج فريد بستنجيما اللي كانت في إعداد حلقتنا لنا اليوم سارة نو عيمة، وفي الإشراف نضربكم موعد بداية الأسبوع مع زميلتنا هاجر. أما أنا سألتقيكم يوم الاثنين، إلى ذلك الحين تهلاو بزاف روحكم.